عقار 5 شارع حل الحمادة بيطل على كورنيش اسكندرية. العقار مكون من أرضي و14 دور. العقار منشأ منذ السبعينات، في الدور 14 صادر لي قرار إزالة عام 2023، وتمت إزالة الدور 14 بالفعل اللي هو كان دور مخالف. العقار النهاردة الصبح الساعة 9:30 حدث انشطار رأسي للعقار، نصفه واقع على الأرض ونصف الثاني لازال ثابت. العقار ده كل دور فيه مكون من 5 شقق وبيستخدم كإيجار للمستوطنين. الحقيقة العقار معروض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط ولم يبت فيه حتى الآن. الحمد لله حتى الآن احنا عندنا مصاب واحد، إصابة بسيطة جدا. السكان اللي كانت موجودة في العقار أو المستوطنين اللي كانوا موجودين في العقار خرجوا من النصف السليم، لكن احنا حتى الآن لم نتأكد عما إذا كان هناك خسائر بشرية موجودة تحت الأنقاض أو من عدم. الحقيقة كل الأجهزة التنفيذية الحماية المدنية خاصة كانت موجودة معنا بعد انهيار العقار بعشر دقائق، كنا كلنا متواجدين. الحمد لله حتى الآن لم يظهر أي خسائر بشرية، باستثناء أب لا زال بيبحث عن طفله كان مقيم في الدور 12. كل الأجهزة التنفيذية موجودة، مديرية الصحة جهزت 10 مستشفيات، الإسعاف عندنا 10 عربيات موجودة حاليا محيطة بالموقع. العقارات المجاورة عقارات مبنية حديثا فهي عقارات سليمة ما فيش مشاكل منها. استدعينا لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والمستشارين والخبراء من كلية الهندسة جامعة اسكندرية، وهم موجودين معنا بيفحصوا العقار. خلينا أقول لك احنا بيتم إزالة الأنقاض بشكل خفيف وبشكل بسيط خشية على سقوط النصف الآخر من العقار. كل همنا يمكن تواصل معي من حوالي نص ساعة دولة رئيس الوزراء، وتواصل معي السيد وزير التنمية، تواصل معي السيد رئيس هيئة الهندسية للقوات المسلحة للإطمئنان على حالة المنطقة والإطمئنان على العقارات المجاورة والإطمئنان أيضا عما إذا كان هناك خسائر بشرية أو من عدم. إحنا متواجدين في الموقع لغاية ما نطمن على أهلنا المستوطنين اللي كانوا متواجدين في العقار.